هذا وقدرت الجهات المختصة زنة العمود الناسفة بعشرة كيلوغرامات، وفي حصيلة أولية بلغ عدد القتلى. مو حرام من هلأ ابنك يربع الأخبار؟ لاحق عن نكد، خليه يطلع هيك صاحب مراق بالطراب والموسيقى. والله على هالدج والبجي اللي عم نسمعه كل يوم، شايفت لك رح يطلع دربكاتي. هاتي لنشوف. شو إحساسك بالأمومة بهالمرحلة؟ لا ما بعرف إذا هي أمومة، بس يعني حاسة إني عم حب حالي بالحالة الجديدة. أكتر شي بحس هيك لما بيهتم فيني أحمد، أحياناً بيجي بيحط إيده على بطني رغم إنه جوا ما في شي لسه عم يتحرك، بس بحسه مبسوط. حلو. شو حكيتي امبارح أنت وأحمد لما أنا كنت نايمة؟ كنتوا عم تحكوا عن فاضل ما؟ عن مين لك بدنا نحكي؟ متضايقة؟ ما بعرف، حاسسته عم يساوي كل شي لحتى يكرهني فيه، بيتنتور فيني، بقعد معه ما بيحكي معي ولا كلمة، شارد مدري وين، كأنه الدنيا خلص ما عاد ممكن يصير فيها شي حلو أبدا. طيب ودكتورة شو عم يقول مشان وضعه الصحي؟ ممتاز، البتر صاير من تحت الركبة، يعني وضعه أحسن بكتير من ناس صار معه نفس الحادث. بتعرفي شو يعني؟ يعني بكرة بس يركب طرف اصطناعي ما رح يركبه مع مفصل، يعني حركته رح تكون كتير 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 أقرب للطبيعي. أعوذ بالله، والله ما باخد شي، ضبي مصاريك بشنتايتك وانسي الموضوع. كرمال الله خالي، هلأ إذا سمعني فاضل بيعمل لي مشكلة. ايوه معناتها اسمعي الكلمه وضبي مصاريك مثل ما عم قلك. خالي انا هلا عم بشتغل واموري منيحه، طيب خبي لي اياهم عندك بلا ما ينصرفوا. ريم شو هالحركات؟ شو ينصرفوا ما ينصرفوا؟ طيب بنخبيهم لعلاج فاضل بعدين، بركي المبلغ اللي حاطينه ما كفانا، يعني هيك للاحتياط بس. بركي قصي ما قدر يبعت شي، صار له شهر عم بيقول بده يبعت وما بعت. أنا آسفة إذا عم بتدخل بهالقصة. ريم أنتي مثل بنتي، أنا ما بزعل من الحق وأنتي عم تحكي الحق. أصبح أنا وياكي مو مختلفين، بعدين أنا هلأ عم بشتغل وعندي قبض من كذا محل، وبيني وبين فاضل ما في فرق، نحن واحد، ما بدي غير يكون منيح. هلأ بخبيه مشان ما يشوفه. ايه صاير حساس زيادة عن اللزوم، كأنه مخبيين شي علي. لا ماما ما في شي، بس خفنا تكوني فاضل. بيقلكم بابا شو صار بالشاي؟ يي وعدتوا ساوي له شاي، لهلأ ما حطيت الأبريق عمار.